انا يمكن بكرر الكلام ده، ومهم ان النهارده اكرره ليكم بالحجم اللي انا شايفه. صحيح يمكن يعني ده جزء من تشكيلات الجيش الثاني والقوات المسلحه، يعني اكبر من كده بكتير، لكن مهم قوي ان انا اسجل هنا ان عمر القوات المسلحه رغم قوتها ما كانت الا قوه رشيده بتتسم في تعاملها بالتوازن الشديد، وعمر ما كان قوتها سبب ابدا او مسار لغطرسة في الاداء او التصرف لا داخليا ولا خارجيا. صحيح سياستنا الخارجيه بتتسم بالتوازن والاعتدال الشديد وحرص على عدم اذكاء الصراعات، ولكن برضو القوات المسلحه ده عقيدتها، وده العقيده دي انعكست على، لان القوات المسلحه هي جزء من شعب مصر. القوات المسلحه ضباط وصف وجنود، هم جزء من المصريين. فمره تانية اقدر شرف العسكريه المصريه، واقدر عزه ومكانه العقيده العسكريه المصريه الحريصه دائما على الحفاظ على الامن والاستقرار وحدود الدوله وحمايه مصالحها القوميه بعقل ورشد وتدبر دون يعني شكل بالاشكال. احنا عمرنا ابدا في القوات المسلحه وحتى على مستوى الدوله ما تكلمنا الا بكل كل همنا ان احنا نحارب التخلف والجهل والفقر، مش ان احنا نضيع قدراتنا يعني في ممارسات قد لا تكون عائده بالنفع.